القوانين بكتير من الأحيان هي حل المشاكل، بس ببعض الأحيان بيكون القانون نفسه هو المشكلة، مثل بعض القوانين السورية اللي بتتعلق بالمرأة واللي هي سبب لانتهاك حقوقها. ولما نكون عم نحكي عن الزواج والطلاق، فالقوانين التمييزية مجحفة جداً بحق المرأة السورية. اليوم رح نحكي عن بعض القوانين السورية اللي بتتعلق بالمرأة واللي أحياناً بتكون سبب لذعاستها. منبلش بالزواج. سن الزواج بحسب المادة 18 بحدد عمر 15 سنة للولد و13 سنة للبنت، ويشترط للزواج موافقة ولي أمر البنت مهما كان عمرها، وهذا القانون بيساعد على زواج القاصرات والقصر اللي ما بيكونوا مؤهلين لتفهم وإدراك الحياة الزوجية. وبحسب المادة 27 بحق لولي أمر البنت يفسخ عقد الزواج إذا ما تم بموافقته مهما كان وضعها وعمرها، وهذا معناه اشتراك ولي الأمر بحرية اختيار الزوج وإمكانية تعطيل الزواج أو فسخ العقد إذا ما كان راضي عنه. وبالنسبة للطلاق، فبحسب المواد من 85 ل 94 الزوج بيقدر يطلق بإرادة منفردة، يعني حتى لو بدون موافقة المرأة أو الرجوع إلها وبدون سبب مشروع، وهذا الطلاق حتى ما بيحتاج لدعوة قضائية ولا بتقدر المرأة تمنعه. هذا الشيء يعتبر شكل من أشكال العنف القانوني اللي بيتمارس ضد النساء. وإذا حصل الطلاق، فالولاية على الأولاد حق ممنوح للآباء والأقارب من الرجال مثل الجد والعم، وممنوع عن الأمهات. بالمواد 473 و474 و475 إذا ارتكبت المرأة فعل الزنا بتتعاقب ضعف عقوبة الرجل بأي مكان تم ارتكاب الفعل فيه، بينما بيتعاقب الرجل بس إذا ارتكب الفعل داخل بيته، أما خارج بيته فما بيتعاقب عليه. المادة 489 بيتعاقب بموجبها المغتصب بالأشغال الشاقة 15 سنة على الأقل، بس هي المادة ما بتعترف بالاغتصاب بإطار الزوجية، بمعنى أنه بتعطي للزوج حق اغتصاب زوجته قانوناً. أخيراً بحب نوه على مادة من القانون كانت تعتبر من القوانين التمييزية، تم إلغاء هي المادة بعد حملات كتيرة ونضال طويل، وهي المادة 508 من قانون العقوبات، واللي كانت تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته. بعد إلغاء هي المادة صار المغتصب بينحبس سنتين على الأقل حتى لو تزوج الضحية زواج صحيح. هي كانت بعض القوانين التمييزية بحق المرأة بالقانون السوري، واللي هي فعلاً بحاجة للسعي لتعديلها أو إلغاءها، لأنه وجودها بحد ذاته ممكن يوصل المرأة والرجل للطلاق، وما بيمنحها حقوقها ولا بيحميها حتى بعد الطلاق.